تهتز جميلة ولا تزنقيها ولا تخمريها لكن اعمليها فيها بهارات عندك توابل حطي لها توابل مفيش توابل تلحم ملح ويلا واتكلي على الله قولها بعشوية الله مع بطن ويلا صلي صلي على نبينا زي طريقة جميلة يا زي بطاطي ولا تحمريها ولا تسلقيها ولكن اعمليها زي الطريقة تقشريها وتقطعيها وتحط عليها زيت ويتم سوا سوا تقطعي التوم وتحطيها ترميها وادي بهارات وتغطيها بقى تطبخ البقاء الله 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 بهارات كمون وفلفل وتوم كل حاجة جميلة.